الثقافية والأثرية لمنع تكرار الحادث الإرهابي على معبد الكرنك بالأقصر. الأوضاع في اليمن تتصدر أجندة مباحثات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم بالرياض. رئيس الوزراء الأسترالي يدعو بلدان آسيا والمحيط الهادي للانضمام لمواجهة داعش لدى افتتاحه قمة إقليمية حول مكافحة التنظيم الإرهابي بسيدني. تحية لكم من قناة النيل في القاهرة، بانوراما 12، ساعة إخبارية شاملة بأهم وآخر الأخبار. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكثيف التواجد الأمني في المناطق الحيوية من بينها المناطق الأثرية، وذلك للحيلولة دون تمكن الجماعات المتطرفة من تكرار الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع بمعبد الكرنك بالأقصر أمس الأربعاء. كما أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بالأمس مع كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية لمتابعة تطورات الحادث الإرهابي بأداء قوات الأمن وتمكنهم من التعامل مع الحادث الإرهابي دون سقوط ضحايا من المدنيين المصريين أو السائحين الأجانب. وأكد الرئيس أن مثل هذه الأعمال الآثمة لن تنال من عزيمة الشعب المصري أو من عزيمة الدولة المصرية على مكافحة الإرهاب والتصدي لكافة أشكاله وصوره المعادية للقيم الدينية السمحة وللتراث والحضارة الإنسانية. نفت رئاسة الجمهورية ما تردد عن تعرض سيارات تابعة لها لهجوم إرهابي أثناء عودتها من مدينة شرم الشيخ. وأكدت رئاسة الجمهورية أن الخبر ليس له أساس من الصحة، وتناشد رئاسة الجمهورية وسائل الإعلام مراعاة الدقة والتأكد من الأخبار قبل نشرها. وفي شأن آخر، وفي كلمته الختامية أمام قمة التكتلات الاقتصادية الثلاث بشرم الشيخ، أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن القادة الأفارقة حرصوا خلال القمة على الخروج بخارطة مستقبل واضحة لتعزيز التنمية في دولهم، ما يتطلب المزيد من العمل المشترك والجهد الدؤوب أيضا. كما أعلن الرئيس عن تنظيم مصر لمنتدى الاستثمار والتجارة في إفريقيا الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ نهاية شهر أكتوبر القادم. الدول والحكومات، يطيب لي أن أعلن عن تنظيم مصر لمنتدى الاستثمار والتجارة في إفريقيا الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 29 ل 31 أكتوبر 2015، والذي يهدف إلى التعريف بفرص التجارة والاستثمار الواعدة في إفريقيا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك في ضوء تنامي الأهمية الاقتصادية للقارة الإفريقية. كان زعماء الأفارقة المشاركون في قمة التكتلات الاقتصادية الثلاث بشرم الشيخ قد وقعوا أمس على وثيقة اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث الكوميسا والساتك وتجمع شرق إفريقيا، والتي تتضمن إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الدول 26 لهذه التكتلات الثلاث بحلول العام 2017. وكان الرئيس قد أكد أن القمة تمثل نقطة مهمة فاصلة في تاريخ التكامل الاقتصادي لإفريقيا، مشددا على حرص مصر على دعم مبادرات الاتحاد الإفريقي والمشروعات الإقليمية التي تهدف لتطوير البنية الأساسية في القارة. نقطة هامة وفاصلة في تاريخ التكامل الاقتصادي لإفريقيا، هكذا وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع قادة ورؤساء حكومات ووفود 26 دولة يمثلون التجمعات الاقتصادية الثلاثة الكوميسا والسادك واتحاد شرق إفريقيا لتوقيع اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة. اجتماع استضافته مدينة شرم الشيخ ألقى خلاله الرئيس السيسي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة الثالثة للتكتلات الإفريقية الثلاثة. إنما نقوم به اليوم يمثل نقطة هامة وفاصلة في تاريخ التكامل الاقتصادي لإفريقيا، حيث أننا نؤسس منطقة للتجارة الحرة الثلاثية تضم في عضويتها 26 دولة يبلغ عدد سكانها 625 مليون نسمة،
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 1.2 تريليون دولار أمريكي. الرئيس السيسي أوضح خلال كلمته أن توقيع الاتفاقية بين هذه التكتلات يعد خطوة رئيسية نحو إنشاء الاتحاد الاقتصادي لكل إفريقيا لتصبح القارة قوة فاعلة على الساحة الدولية. إن ما نقوم به اليوم يعتبر خطوة رئيسية نحو إنشاء الاتحاد الاقتصادي لإفريقيا طبقا لخطة لاغوس لعام 1980 ومعاهدة أبوجا لعام 1991 وتماشيا مع أجندة عام 2063 التي تمثل رؤية جماعية لقارتنا الأفريقية وخارطة المستقبل للخمسين عاما المقبلة. الرئيس السيسي أكد خلال كلمته حرص مصر على دعم كافة مبادرات الاتحاد الإفريقي والمشروعات الإقليمية التي تهدف إلى تحقيق التعاون بين دول القارة. وقد قامت كل مصر والسودان في الشهر الماضي بافتتاح الطريق البري قسط الأشكيد الذي يربط بريا بين مصر والسودان. لا يفوتني أن أشير في هذا الصدد إلى أن مصر تقوم أيضا بجهود مضنية من أجل استكمال التزاماتها برعايتها لمشروع الخط الملاحي الذي سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط في إطار مشروعات النبات. الرئيس أوضح كذلك أن مصر دائما لا تبخل بما لديها من خبرات وإمكانات في إطار دعم جهود التنمية في القارة السمراء. قامت مصر خلال السنوات الماضية بتوفير العديد من الخبراء في مختلف المجالات الفنية من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا، ويواصل دوره حاليا الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي أعلنت عن إطلاقها في يونيو 2014 خلال قمة الاتحاد الإفريقي في ملابو من أجل المساهمة الفعالة في بناء الكوادر الإفريقية. من جانبه قال سندييسو نيجوانيا سكرتير عام منظمة الكوميسا ورئيس فريق العمل الثلاثي لمجموعات الكوميسا والسادك والإياك أن تشجيع التكامل الإقليمي يسهم في إنشاء سوق موحدة في إفريقيا. كانت مصر وستظل داعما للعمل الإفريقي المشترك، فكما ساندت في سنوات القرن الماضي حركات التحرر الوطني في دول إفريقية عدة، تدعم اليوم بل وتقود حركات التحرر الاقتصادي الذي تسعى إليه هذه الدول عبر توقيع اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة بين أكبر ثلاثة تكتلات في القارة. من مقر انعقاد الاجتماع بمدينة شرم الشيخ على رشوان النيل. رسالة قوية تؤكد عودة الدور الريادي المصري في إفريقيا إلى سابق عهده، حيث تستضيف شرم الشيخ قمة تجمع أكبر ثلاثة تكتلات اقتصادية إفريقية وهي الكوميسا والسادك وإي إي سي. رؤساء 15 دولة إفريقية وأحد عشر رئيس حكومة ووزير تجارة يشاركون في قمة شرم الشيخ، إضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية من بينها منظمة التجارة العالمية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الجمارك العالمية والبنك الإفريقي للتنمية. الحدث الأبرز في القمة هو التوقيع على اتفاقية التبادل الحر لتجمع تحت مظلتها التكتلات الثلاثة، وهي السوق المشتركة لدول جنوب وشرق إفريقيا المعروفة اختصارا باسم الكوميسا، ومجموعة شرق إفريقيا إي إي سي، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية المعروفة باسم الساتك. إنشاء منطقة مشتركة لتجارة الحر على مساحة تزيد على 17 مليون كيلو متر مربع سيمنح مزايا كبيرة لصادرات الدول الإفريقية في التجارة البينية، فضلا عن تشجيع التكتلات الغربية على التعامل مع الدول الإفريقية. كما تخدم اتفاقية التبادل الحر بين التكتلات الثلاثة ما يقرب من نصف دول القارة السمراء بما يعادل 26 دولة إفريقية من أصل 54 دولة، تشكل سوقا هائلة تضم أكثر من 625 مليون نسمة. اتفاقية التبادل الحر تضع أيضا إطارا لتعريفة جمركية تسهل حركة البضائع بين الدول الأعضاء وتدفعهم ليصبحوا دولا مصدرة للمنتجات وليس للخامات كما هو الحال الآن. ويتوقع أن يحقق اتفاق التجارة الحرة مردودا إيجابيا، حيث لا تزال الدول الإفريقية تعاني من التدابير البطيئة على
على الحدود وإجراءات الجمارك والتكاليف التجارية الباهظة في حركة التجارة البينية. وتعاني حركة التبادل التجاري بين دول القارة السمراء مما يسمى بسماكة الحدود، أي عدد الوثائق الكبير الذي يتطلبه اجتياز البضائع للحدود، إذ يحتاج تخليص البضائع الجمركية إلى حوالي 30 يوما في إفريقيا مقابل 10 أيام فقط في الاتحاد الأوروبي. وأخيرا وليس آخرا، ستفتح منطقة التجارة الحرة لرجال الأعمال المصريين سوقا إفريقية واعدة، حيث يفوق الناتج المحلي الإجمالي لدول التكتلات الثلاثة أكثر من تريليون دولار. للمزيد من التحليل حول القمة الاقتصادية الإفريقية انضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدر، أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور مصطفى، يعني من الناحية الواقعية والعملية، يعني كيف توجز النفع الذي سوف يعود على الدول الإفريقية على المدى القصير وعلى المدى الطويل؟ تحياتي لحضرتك، واسمح لي أول ما أقدم الرسالة الهامة التي حرص عليها المؤتمر. نعم. وهي في كلام السيد الرئيس: مصر تحرص دائما على دعم كافة المبادرات السياسية والاقتصادية لدعم القارة وتوحيد الصفوف. نعم. لتحقيق التعاون بين الدول القارة لتحقيق المصالح المشتركة. ومن هنا نبدأ لنا كيفية تجمع التكتلات الإفريقية الثلاثة في أن تكون منظمة أو تكتل إفريقي، يعني نطمح له خلال الفترة القادمة أن يحقق طموح الشعوب في القارة الإفريقية. المجتمعين كانوا 26 دولة، طبعا بيمثلوا تقريبا 50% من عدد الدول في القارة الإفريقية، فده مرحلة أولى بتستهدف المرحلة الثانية، الجمع لجميع الدول في القارة الإفريقية. نعم. الناتج المحلي للدول 26 بيقدر بحوالي 1.3 تريليون دولار، بتستهدف الدول 26 ليصل ل 3 تريليون دولار. معنى ذلك ايه؟ ان لما يكون في انشاء سوق افريقية كبيرة تسمح بحرية التجارة، اكيد ده هتسمح باكيد بمزيد من العمل والتشغيل والاستثمار. نعم. طبعا ايضا هيزود حجم الاستثمار، يبقى هيكون في فرص عمل كبيرة، هيحقق اسعار لمنتجات افضل. هنقدر نستغل الثروات الخاصة بالدول استغلال امثل. هنقدر يستغل مصر استغلال اوفر في التدريب لبعض من العمالة. لكن دكتور، من الناحية الواقعية، لك تحول ذلك إلى يعني عمل على أرض الواقع أو إنجاز على أرض الواقع، ما هو المطلوب عمله في الفترة القادمة؟ بكل تأكيد هذه المرحلة الأولى بتقوم عليها مراحل عديدة، مثل ما حضرتك تفضلت. نعم. إن لازم نكون باحثين ودارسين لبعضنا البعض. يعني لازم تكون الدراسات وافية في كيفية معرفة الدول الإفريقية بعضها البعض واحتياجاتها. نعم. وثقافتها وقدرتها على التشغيل وما تتطلبه من حجم استثمار وأيضا حجم تمويل. ونشكر. نعم. هنا بالأمس كان صندوق النقد الدولي أو رئيس صندوق النقد الدولي كان موجود بالأمس وقال: يا جماعة لو سمحتم استهدفوا أن يكون في حجم مشروعات صغيرة ومتوسطة تكون قادرة على خدمة المشروعات القومية العملاقة اللي بتكون متواجدة في بعض من الدول اللي هيتم ربطها بعضها البعض. نعم. على رأسها مثلا محور قناة السويس وكيفية استغلال الدول واستثمارها استثمار جيد في ربط الدول القارة الإفريقية باحتياجها. نعم. مثلا لوسائل. نعم. النقل. وضحت الفكرة دكتور مصطفى بدر، أستاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا لك. أجرى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي أجرى مباحثات مع نظيره اليوناني، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى أثينا على رأس وفد رفيع المستوى. تناولت المباحثات تطورات الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وتعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين. كما بحث الجانبان أوجه التعاون في المجالات العسكرية والتدريبات المشتركة بين مصر واليونان وتبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات.
أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير اليوم عن اتخاذ وحدات القوات المسلحة لإجراءات تأمينية جديدة شمال سيناء تستهدف قطع الإنبادات وضمان عدم وصول أي مساعدات للعناصر الإرهابية. قال المتحدث العسكري في بيان له اليوم إن القوات المسلحة حققت تطورات نوعية بإنشاء كمائن وارتكازات أمنية إضافة إلى الفصل ما بين جميع قرى جنوب رفح عن قرى جنوب الشيخ زويد، كما أعلن عن نجاح قوات حرس الحدود خلال الفترة من أول مايو الماضي وحتى نهاية الشهر في ضبط 930 قطعة سلاح متنوعة في كافة الاتجاهات الاستراتيجية. قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري في الاتجاهين لمدة 3 أيام ابتداء من بعد غد السبت لسفر الحالات الإنسانية والمرضى وأصحاب الإقامات والتأشيرات. وعبرت سفارة دولة فلسطين عن خالص شكرها للقيادة المصرية والأجهزة المعنية في سعيها الدؤوب من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اتهامهم بالتخابر لصالح قطر، وذلك لاستكمال فض باقي الأحراز المصورة في هذه القضية. كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس وثائق من جهات سياسية للبلاد تتعلق بأمن الدولة والتخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح البلاد القومية. أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ماريوت إلى 25 يونيو لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وذلك لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. معنا لمزيد من التفاصيل مراسل النيل عمرو عبد العزيز من معهد أمناء الشرطة. عمرو، ما هي الأجواء لديك وهل انتهت الجلسة اليوم؟ نعم أحمد، بدأت استكناف عدد من المحاكمات هذا اليوم هنا في مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة. بدأت محاكمة خلية المريض، القضية المعروفة بخلية المريض، وقد قام المستشار حسن فريد بتأجيل هذه القضية للخامس والعشرين من الشهر الجاري لاستمرار مرافعة الدفاع، وقد أمر أيضا بالقبض على المتهم الرابع صهيب سعد وحبسه على ذمة القضية. أما القضية التي استفت على السطح منذ دقائق قليلة هي قضية أنصار بيت المقدس، القضية المعروفة إعلاميا بأنصار بيت المقدس، وهذه القضية التي بدأ بها المستشار حسن فريد رئيس المحكمة بفض الأحراز، هذه الأحراز المختلفة التي يعني تشمل بعض معدات تنظيف الأسلحة ومواتير لقطع حديدية ومواد متفجرة ورتب عسكرية وأيضا طلقات لأسلحة آلية وأسلحة وتليفونات محمولة وصمت فيها كمية من الطلقات المختلفة. فقد نوهت النيابة العامة بأن هذه الأسلحة وهذه الطلقات تم استخدامها في القضايا على سبيل العديد من الجرائم، عفوا على سبيل المثال قتل الضابط محمد مبروك، الاعتداء النزهة الجديدة وغيرها من الجرائم التي حدثت في الأونة الأخيرة. هيئة المحكمة تقوم بفض الأحراز، هناك أحراز عديدة لم يتم فضها حتى الآن. بعض المصادر أكدت لنا أن هناك أحراز لم تستطيع النيابة العامة أن تأتي بها إلى مقر المحكمة لأنها مواد شديدة الانفجار، فيتم إرسال لجنة من قبل هيئة المحكمة للتأكد أو لفض هذه الأحراز في أماكنها. عمرو عبد العزيز من مقر المحكمة. أسوة ببعض البرلمانات الأوروبية سعت الجالية المصرية في بروكسل بتدشين جمعية من أعضاء البرلمان تسمى جمعية أصدقاء مصر. نتابع الآن رسالة بروكسل.
الجهود الدبلوماسية للسفارة المصرية في بروكسل بقيادة السفير إيهاب فوزي تنجح في تدشين مجموعة أصدقاء مصر داخل البرلمان الأوروبي. المجموعة التي تمثل نجاح كبير للدبلوماسية المصرية ستكون من الآن فصاعدا صوت القاهرة داخل المؤسسات الأوروبية لنقل حقيقة ما يحدث في مصر دون مبالغة أو تقصير. المجموعة تم تأسيسها بالفعل، وكانت كان هناك جهد على مدى سنة كاملة بعد انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة في الصيف الماضي لتأسيس المجموعة دي، وكان الهدف أيضا أن تكون المجموعة مؤسسة من عدد كبير من المجموعات السياسية الممثلة في البرلمان، مش من مجموعة واحدة، وما تكونش كذلك من مجموعة من الدول أو دولة أو دولتين من الممثلين فقط فيها، ولكن يكون أعضاء من مختلف الدول الاتحاد. وتم بالفعل إنجاز ده والإعلان عنه، والهدف في النهاية هو تنشيط العلاقة مع مصر. المجموعة دي هتكون وسيلة لتنشيط النشاط والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المختلفة، والبرلمان بيلعب دور مهم في تأسيس العلاقات دي، لأنه بيمثل أحد الأجهزة الهامة في الإطار الأوروبي، وحيكون الهدف أيضا تغيير الصورة صورة مصر داخل البرلمان من خلال أعضاء البرلمان نفسهم مع باقي زملائهم من الأعضاء من الدول الأخرى. الأحداث المتلاحقة والسريعة التي مرت بها مصر وتعمد جهات خارجية تشويه الحقائق استدعى تكوين هذه المجموعة من أشخاص من داخل المؤسسات الأوروبية لتوضيح الصورة. المجموعة المذكورة تنطلق في أداء مهمتها من قناعتها وليس بتعليمات أو إملاءات من أحد، كما أنها لن تعتمد في نقلها للحقائق على معلومات من وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية فقط، لكنها ستقوم بزيارات دورية لمصر للمس الحقيقة على أرض الواقع. والأهم هنا أنها ستنقل حقيقة الأوضاع في مصر باللغة التي يقتنع بها أعضاء الاتحاد الأوروبي. مصر دولة كبيرة ومحورية، لكن الفترة الماضية شهدت محاولات مستميتة لتشويه صورة البلاد عبر نقل معلومات مغلوطة لأصحاب القرار السياسي في الاتحاد الأوروبي. دورنا في هذه المجموعة سيكون توضيح الحقائق. سننقل زملائنا في البرلمان وباقي المؤسسات الأوروبية الصورة الحقيقية. كل من انضم لهذه المجموعة لديه قناعة بوجود قوة تتعمد تشويه صورة مصر، وهو أمر لن نسكت عليه من الآن فصاعدا. فقط يبقى القول ان المجموعة المذكورة يترأسها البرلماني الهولندي بيتر فاندلين رئيس حزب المحافظين في البرلمان الاوروبي، وتضم في عضويتها ممثلين عن معظم الاتجاهات السياسية يمثلون تقريبا كل دول الاتحاد، وهي مجموعة منفتحة على الجميع، والهدف الاساسي لها اظهار الحقيقة وليس الدفاع عن سياسات محددة. مجدي يوسف النيل، بروكسل. يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم اجتماعهم بالرياض برئاسة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. هذا ويتصدر أجندة أعمال الدورة 35% ملف الأزمة اليمنية، بالإضافة لآخر التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالأمن والاستقرار بالمنطقة، وأيضا سبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ حازم الشرقاوي الصحفي ومدير مكتب الأخبار بالرياض. بداية، ما هي التفاصيل المتعلقة بالموضوعات المطروحة أو المعلنة على أجندة هذه الاجتماعات؟ الاجتماع الوزاري الخليجي سيعقد بعد حوالي ساعة من الآن في العاصمة السعودية الرياض. هناك ملفين رئيسيين في هذا الاجتماع، وهما الملف اليمني وملف مكافحة الإرهاب. الملف اليمني يأتي في توقيت مهم جدا، وهو قبل انعقاد مؤتمر جنيف الذي ستشارك فيه الحكومة اليمنية برئاسة
وزير الخارجية ويضم 7 شخصيات، بالإضافة إلى مشاركة أيضا حوالي 7 شخصيات من الحوثيين. وهو يعتبر أول اجتماع تلتقي فيه الحكومة اليمنية مع الحوثيين في جنيف. هذا المؤتمر دول الخليج تجتمع لتناقش الملف اليمني لكي تبحث أهم الجوانب التي سيتم طرحها، لأن دول الخليج طرف رئيسي في القضية اليمنية حاليا. تمام. طيب الجوانب الأخرى المتعلقة بالقضية الثانية المطروحة على الأجندة والتي تشير إلى موضوع ضرورة البحث في أمن واستقرار منطقة الخليج. نعم، أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي جزء منه الملف اليمني، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه دول الخليج من إيران، حيث الملف النووي الإيراني الذي سيتم التوقيع عليه هذا الشهر من قبل مجموعة 5+1، بالإضافة إلى تحديات داعش التي تقف على حدود دول الخليج، هي موجودة في العراق، بالإضافة إلى عمليات التفجيرات التي تقوم بها أيضا داعش في المملكة العربية السعودية، وقامت بعمليتين كما تعلمين في المنطقة الشرقية وضد الشيعة الموجودين هناك. فهناك توجه لدى دول مجلس التعاون لبحث هذا الملف بالكامل وإيجاد نوع من التنسيق الأمني والاستخباراتي لتبادل المعلومات بين دول الخليج للسعي إلى المحافظة على استقرارها ضد هذا التحدي الكبير الذي يواجه الخليج. شكرا جزيلا لك. أما في اليمن فقد قتل وأصيب العشرات، معظمهم من الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في اشتباكات بمدينة تعز جنوبي البلاد، بينما واصل الحوثيون قصفهم العشوائي لمنازل المدنيين. تزامنا شن طيران التحالف العربي عدة غارات على مناطق مختلفة في اليمن مستهدفا تجمعات للمتمردين الحوثيين والقوات الموالية لصالح. في اشتباكات هي الأعنف منذ بدء الأزمة اليمنية، قتل وأصيب العشرات معظمهم من الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في مدينة تعز جنوبي اليمن. المسلحون الحوثيون قصفوا مستودعات للأدوية في منطقتين بتعز، وهو ما نددت به الحكومة اليمنية في بيان لها، معتبرة إياه جريمة حرب وفقا للقانون الدولي. وفي محافظة صعدة شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية غارتين على تجمعات للحوثيين في بني صياح جنوبي مديرية رازح. من جهة أخرى قتل عدة مدنيين وأصيب آخرون في قصف عنيف للحوثيين وقوات صالح على أحياء سكنية بمنطقة دار سعد والمنصورة بعدن. وفي محافظة البيضاء وسط اليمن سقط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح بانفجار سيارة مفخخة استهدفت تجمعا لهم في المركز الصحي، وذلك بالتزامن مع هجوم للمقاومة على نقطة تفتيش تابعة لميليشيات الحوثي في منطقة الرماعة، ما أسفر عن خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في صفوف المتمردين. كما تمكنت المقاومة الشعبية بمحافظة الجوف من صد محاولات الحوثيين الزحف نحو مركز المحافظة، إضافة إلى تعزيز جبهتها في منطقة العقبة بعد تقدم الحوثيين إليها. وعلى الحدود اليمنية السعودية تبادلت القوات السعودية وقوات صالح أعمال القصف المدفعي، كما شهدت المنطقة عمليات تحليق مكثف لطائرات الأباتشي السعودية قرب منطقة جزران الحدودية التي قصفت تجمعات الحوثيين وقوات صالح. دعا رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت بلدان آسيا والمحيط الهادي للانضمام لمواجهة تنظيم داعش، مشددا في كلمته لدى افتتاح قمة إقليمية حول مكافحة التنظيم الإرهابي المنعقدة على مدار يومين بمدينة سيدني، على الخطر الناجم عن انضمام ما يسمون بجهاديين للتنظيمات الإرهابية. وطالب أبوت بضرورة إيجاد حلول للتغلب على فكر الحركات المتطرفة التي جذبت إلى سوريا والعراق الألاف من المقاتلين الأجانب. تأتي القمة غدا سماحي الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنشر 450 جنديا أمريكيا إضافيا في العراق، وذلك بهدف تسريع وتيرة تدريب القوات العراقية
ومقاتلي العشائر السنية المشاركين في محاربة تنظيم داعش. من أخبارنا أيضا في بانوراما 12، في أول خطابه بعد فشل حزبه في الانتخابات البرلمانية في تركيا، أردوغان يحث الأحزاب السياسية على تشكيل حكومة ائتلافية في أسرع وقت ممكن. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بضرورة تكثيف التواجد الأمني بالمناطق الحيوية والأثرية لمنع تكرار الحادث الإرهابي على معبد الكرنك بالأقصر. الأوضاع في اليمن تتصدر أجندة مباحثات وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اليوم بالرياض. رئيس الوزراء الأسترالي يدعو بلدان آسيا والمحيط الهادئ للانضمام لمواجهة داعش خلال قمة إقليمية بسيدني لمكافحة التنظيم الإرهابي. تحول الآن لمتابعة أخبار المال والاقتصاد في هذه الفترة. دائما الاقتصاد يرتبط بشهر رمضان او رمضان يرتبط بالاقتصاد. مظبوط، لانه في نوع من الرقابه على الاسواق لعدم ارتفاع الاسعار على السلع الاستهلاكيه الاساسيه بالنسبه للمواطن. حنان، ماذا لديك من تفاصيل بخصوص الاسعار؟ نعم، لدينا في هذا الصدد اخبار اكثر من ايجابيه للمواطنين بمناسبه حلول شهر رمضان ومراقبه الحكومه وخاصه وزاره الاستثمار والتموين، ومعنا في هذه النشره تفاصيل اكثر. شكرا لك يا امل واحمد. مشاهدينا اهلا بكم في هذه الوقفه الاقتصاديه من بانوراما النيل وابرز ما فيها. وزير الاسكان يعلن اليوم شروط ومواعيد حجز 13,000 وحده سكنيه بمدينه السادس من اكتوبر. إلى التفاصيل، حيث تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الخميس عن شروط طرح 13,000 وحدة سكنية في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة للعاملين والقاطنين بها، وذلك ضمن مشروع المليون وحدة للإسكان الاجتماعية. وقال مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن دولة الإمارات قد ساهمت في تنفيذ 50,000 وحدة ضمن مشروع المليون وحدة في 17 محافظة ومدينة جديدة، مؤكدا أن الوحدات كاملة التشطيب وقد تم تنفيذها وفقا للنماذج الخاصة بالوزارة. أضاف الوزير أنه سيتم فتح باب الحجز من يوم 26 من يوليو وحتى 16 من أغسطس المقبلين عقب إجازة عيد الفطر مباشرة. أكد الشيخ سلمان وزير الاستثمار أكد أهمية دور شركات قطاع الأعمال العام في ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات بجودة مناسبة والسعر تنافسي، بما يضمن تقديم خدمات وسلع مميزة للمواطنين مع زيادة ربحية الشركات للقيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال افتتاح سلمان لعدد من شركات التجارة الداخلية، موضحا أن إعادة هيكلة الشركات وأعمال التطوير تهتم بتنمية الموارد البشرية، حيث تشمل الاهتمام بتدريب العاملين ورفع مهاراتهم بما يتناسب مع الأساليب الحديثة.
كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري عن أن الفترة المقبلة ستشهد توسع البنوك المصرية في فتح فروع لها في كافة الدول الأفريقية، وذلك بهدف التسهيل على رجال الأعمال المصريين للمساهمة في تنشيط حركة التجارة بين مصر ودول القارة الأفريقية، وكذلك تسهيل تنقل الاستثمارات المشتركة مع البلدان الأفريقية. وعلى هامش مشاركته في اجتماعات التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاث، أكد هشام رامز أنه سيتم بتوجيهات من البنك المركزي فتح فروع للبنوك المصرية في دول أفريقيا لمساعدة رجال الأعمال بشكل كبير في فتح مجالات أوسع للتجارة والاستفادة من دخول مصر في اتفاقية التجارة الحرة. وأضاف أن تواجد البنوك المصرية في أفريقيا بشكل مباشر سيساعد على دراسة أكثر دقة وقربا من المشروعات التي سيقوم بها رجال الأعمال المصريين في تلك الدول في إطار الاتفاقية. نتحول للبورصة المصرية والتي تمكنت من تجاوز كبوتها في التعاملات المبكرة وحققت ارتفاعات طفيفة منتصف تعاملات ختام تداولات الأسبوع في ظل تضارب التوقعات حول مسار الأداء حتى نهاية الجلسة. وقد ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 بنسبة لم تتجاوز 0.5%، في حين ارتفع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.12%، كما تجاوز مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا خسائره وارتفع بنسبة 0.8%. انطلقت بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة 12 لمنتدى التعاون العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين، وهيمنت ملفات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري على المناقشات. من جانبه ثمن أمين عام الجامعة العربية مبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير لتعزيز التواصل الحضري وتحقيق التنمية المستدامة. فرض نفسه على مناقشات المشاركين في أعمال منتدى التعاون العربي الصيني، خاصة تفعيل التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي ومكافحة التصحر. ويعد انطلاق الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي العربي الصيني خطوة على طريق الشراكة الحقيقية بين الجانبين في فترة دقيقة تمر بها منطقة الشرق الأوسط تستدعي المزيد من التنسيق بين الشريكين. اجتماع اليوم في إطار المنتدى بتغلب عليه الطابع الاقتصادي، أما أمس كان الحوار حوار سياسي بالدرجة الأولى، وكما ذكرت تناول عدد من القضايا في الشرق الأوسط. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين ارتفع إلى 251 مليار دولار بزيادة نسبتها 73% خلال السنوات الأربع الأخيرة، كما ارتفعت الواردات الصينية من النفط العربي إلى 146 مليار دولار بزيادة تقدر ب 46%. المنتدى العربي الصيني انطلق عام 2004 بهدف تعزيز الحوار الاستراتيجي المشترك، وقد ساهم في تحقيق إنجازات عديدة على مستوى التنسيق السياسي وتنفيذ مشروعات اقتصادية كبرى، وفتح مجالات للتعاون العلمي والتكنولوجي المشترك. محمد أبو حمد، النيل. إذن انتهت مشاهدينا أخبارنا الاقتصادية، شكرا لطيب المتابعة، عودة مرة أخرى لمواصلة بانوراما النيل مع أمل وأحمد. إليكم. شكرا لك يا حنان. حتى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحزاب السياسية على تشكيل حكومة ائتلافية في أسرع وقت ممكن. جاء ذلك في أول خطاب له منذ الانتخابات التشريعية التي فشل فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم في الحصول على الأغلبية بالبرلمان. وعلى صعيد آخر، شكك أردوغان في خطابه في جدول غارات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من أجل القضاء على داعش الإرهابي. Bu yıl mezun olacak tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu yıl mezun olacak 4000 öğrenciyle birlikte. قال وزير الخارجية الفرنسي لوغان فابيوس اليوم إنه يجب التحقق من تنفيذ بنود أي اتفاق مع إيران، وأنه ليس هناك أي ضمان لذلك حتى الآن، مضيفا أن الاتفاق مع إيران ينبغي أن يكون قابلا للتحقق منه وأن يكون محكما وسليما. كانت إيران والقوى العالمية الست قد توصلوا إلى اتفاق نووي مبدئي في لوزان بسويسرا في 2 إبريل الماضي، وتسعى إيران لإبرام اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو
تكبح طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها. Donc il faut pouvoir vérifier ces sites. Et aujourd'hui vous ne On n'a pas encore cette certitude. Donc c'est un des points sur lesquels nous discutons. Et pour être très clair, nous sommes, la France, pour un accord avec les... اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي على أن احترام اتفاقيات مينسك 2 هو الأساس والنقطة المرجعية لتسوية الأزمة في أوكرانيا. خلال زيارته لميلانو في شمال إيطاليا انتقد بوتين العلاقات المفروضة على بلاده مشيرا إلى أنها تضر أيضا بالدول التي تفرضها ومشددا على أن هذا الأمر ينطبق خاصة على إيطاليا التي كانت تربطها بموسكو علاقات اقتصادية وثيقة. وفي هذه النشرة أيضا ولكن بعد الفاصل، صناعة الحرير الدمشقي تواجه تهديدا كبيرا بسبب الحرب في سوريا. والآن مع الأخبار الرياضية في هذه النشرة، يبدو أحمد أن المتهربين من الضرائب عددهم في ازدياد حول العالم رغم مونديال الشباب أمل الذي يهتم به الكثيرون من الرياضيين والمشجعين في العالم، إلا أن مصطفى مزار يقول إليكم. بالفعل مصطفى، يتبقى هذا التقرير من سوريا. على مدى مئات السنين اشتهر الحرير الدمشقي في شتى أنحاء المنطقة العربية بل مناطق كثيرة من العالم أمل، لكن للأسف ألقت الحرب الدائرة في سوريا بآثارها السلبية على عدد كبير من الصناعات، بالطبع منها صناعة الحرير الدمشقي، وهذا أيضا ألقى بظلاله على تجارة الحرير في هذه المنطقة. هذه الصراعات أثرت بكل تأكيد على المنتج النهائي وعلى حياة التجار ومعيشتهم. على أي حال نتابع هذا التقرير ثم نستكمل نشرتنا. كانت القدس على مدى قرون طويلة المكان الذي يمكن للزوار فيه شراء أفخم أنواع النسيج في الشام وخارجه، وهو الحرير الدمشقي. ويغزل هذا النسيج الفاخر يدويا مع خيط سميك من الفضة أو الذهب، ومع استمرار الصراع الدائر في سوريا يجد التجار في القدس صعوبة في شراء النسيج. وورث بلال أبو خلف تجارة النسيج عن أبيه وجده الذي أسس متجره للنسيج عام 1930، وما زال المتجر يبيع أنواعا مختلفة من النسيج من مدن سورية مثل حلب ودمشق وتدمر، لكن الحرب الدائرة في سوريا تؤثر على عمل أبو خلف، إذ إنه الوحيد الذي يبيع الأنواع الفاخرة من النسيج السوري. آخر سفرة كانت لي وزميلي في معرض في حلب بال 2011، فوصينا على شغلات يعني من المعرض وشحنوا لنا إياها وصلتنا بالسلامة، بس بعد هيك ما قدرنا نطلع لأنه الأوضاع ما بتسمحش إننا نروح. وصناعة الحرير المشي عمل متطلب ويستهلك الكثير من الوقت، فحتى العامل الماهر في نسج الحرير لا ينتج في المتوسط أكثر من متر واحد من النسيج يوميا، مما يجعل المتاح منه محدودا للغاية وسعره عاليا يتراوح بين 182 دولارا و310 دولارات للمتر،
وهناك أنواع أرخص يدخل في نسيجها القطن ويتراوح سعرها بين 12 دولارا و 31 دولارا للمتر. ختاما نذكر بعناوين الأخبار. الرئيس يوجه بضرورة تكثيف الوجود الأمني بالمناطق الحيوية والأثرية لمنع تكرار الحادث الإرهابي على معبد الكرنك بالأقصر. الأوضاع في اليمن تتصدر أجندة مباحثات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم بالرياض. رئيس الوزراء الأسترالي يدعو بلدان آسيا والمحيط الهادئ للانضمام لمواجهة داعش في قمة إقليمية بسيدني لمكافحة التنظيم الإرهابي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.